تعالى تجيبها تحت كده شويه اهي، تعالى كده احسن. برهان، برهان وعمر كتب بكتابهم النهارده. احنا دلوقتي الساعه 3:10 في الطريق من مدينه نصر لفين يا كيبو؟ مركز الشرطه في الشيخ زايد. يعني مشوار الدنيا حر الدنيا حر وفرهده، وشهر 8 اطول شهر في السنه 21/8 في عز النار. الموضوع صعب يعني. الموضوع صعب بس الناس تستاهل يعني المشوار. عمر ما نعرفوش قوي، احنا جايين لك بالاحلى بالاحلى عشان نورهان يعني، بس قشطه يعني. انا اعرف عمر تاريخ من، تعرف مريم؟ مريم الغجاري ده تعرف؟ مريم مريم دي صديقه عزيزه، خطيبها دلوقتي اسمه علاء. علاء صاحب عمر قوي. فايش يعني يا عمر، كل علاء هو الصح. ايه تاني يا بيه؟ ايه تاني تقوله له؟ امبارح كده وانا بتفرج على الصور بتاعتكم وانتوا والبوستات بتاعت الناس ليكوا ومش عارف ايه وكده، فجأة كده انبسطت قوي يعني، اللي هو حسيت اللي هو ايه ده يعني دي حاجة حلوة جدا ومش عارف ايه. كان شفت بوست قبل كده لعمر وهو بيتكلم عن نورهان. الواد عمر فياض المشاعير على فكرة. شفت البوست ده؟ الواد حساس. انا ما افتكرش ان نورهان نفسها حساسة. لا كان حلو قوي، انا انبسطت حساسة كده. عاش يا عمر. والله لا جميل جدا، بس هو كتب برضه بوست على الـ على الـ على الـ على الايفنت، كان حلو قوي يعني، مش عارف حلو ليه، بس هو كان بيقول ما تاخروش وكده، فجاه حسيت كده ان هم بيعرفوا عارفيننا كويس يعني، وعازمين صحابهم. وبغض النظر يعني عمر كويس منه انك تحب اصحاب مراتك زي اصحابك كده يعني، ربنا يكرمك يعني. ربنا يكرمك. دي حاجه كويسه فعلا يعني، برافو عليك. حضر معانا حاجات كتير. وانت انت يعني كنت راشق معانا في حاجات كتيره، وهي كانت بترخم وتجيبك عافيه، مع اننا كنا بنقول لها ما تجيبكش بس انا بهزر. بس قشطه يعني. ربنا يكرمكم، ربنا يسعدكم. ان شاء الله يبقى يوم حلو. نتكلم عن نورهان. نورهان انا شخصيا ما اعرفش انت عزماني ليه يعني، كل علاقتي بيكي غلاسه متبادله، ما اعرفش تكعيب ايه وضعه معاكي، بس كل علاقتي بيكي يعني غلاسه متبادله يعني، ما افتكرش في يوم. لا نورهان مصدر سعاده في الدفعه على فكره. بمرت ايه؟ معرفش الموضوع ده؟ لا بجد نورهان مصدر بهجه، من الناس المبهجه. لا بجد والله مش بهزر يعني. يا ماشي فجأة كده ظهرت، بقت على طول بتضحك وفي وش الناس بتضحك وبتاع حاجة يعني. وكل اللي افتكروها انها بتقعد تضحك. لا بجد والله اصلا قلت لها قبل كده كام مرة، بس هي دي حاجة حلوة يعني، الابتسام بوجه اخيك صدق. صدقي علينا. على فكرة انا حاسس ان الكاميرا جايبة كده اصلا، مش هيجي حد فينا خالص. المهم يعني احنا الفيديو ده هنصوره وهنصور ناس، هنصوره وهنصوركم هناك. وهنقعد اسكتوا واسالكم اسئله محرجه. يس. وهنحاول مش هنلحق. لا هنلحق، هنحاول كده نسال ممكن بره يعني، بره كده وانتوا قاعدين تصوروا مع الناس، هنحاول ناخدكم ونتكلم معاكم ونسالكم اسئله محرجه فعلا. هنحاول احنا دلوقتي على 6 اكتوبر على العموم يعني، لو انتوا شايفين في الباك جراوند يعني حاجه، احنا على 6 اكتوبر. احنا مش باينين يعني. احنا مش باينين يعني. ايه تاني؟ هنخلي الناس تقول لكم كلمة حلوة. يا رب الفيديو ده يفضل معاكم طول العمر وتفرحوا بيه. ان شاء الله. ألف مبروك. بس ونشوف عيالكم كده ونشيلكم. يلا. داخلين اهو خلاص على الجامع. الساعة 3:05. ادينا اهو بنصور. قال لك نور. ووهو. وقال لك عمر. يلا زي بعض اهو شباب. احرقك. ولا عمر اللي واقف هناك ده بيلبس الترافاتة؟ فين ده؟ في واحدة لابسة ازرق.
ازرق ايه ده كاتب نور؟ انت عايز واحده لابسه ازرق نور الحقي كاتب كتاب ايه؟ كاتب كتاب المفروض كلهم يلبسوا لون واحد ولا بجد؟ المفروض مش دول اللي هم البرايد ميد؟ هم لابسين يا اخويا هم برايد ميد لابسين لابسين ازرق لابسين ازرق لو طلعوا تبعك بقى نور ربنا يسامحني على اللي قلته خلاص بقى بلاش فضايح نقفل ها نقفل في عندنا بتسس بتاع الف مبروك تا 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 اقول لك قاعده لا خلاص كفايه كده من الاول احنا جايين الساعه كام؟ الساعه كام؟ الساعه 3 باين 3 ونص و5 3 ونص 5 ما كانش في حد والناس ما تجيبوش عليهم اول الوصلين الساعه 4 ل 10 كان علاء ومريم دول علاء ومريم اللي احنا اتكلمنا عليهم في العربيه يعني بغض النظر هفهمكم بعدين تقولوا ايه انت قلت علينا ايه في العربيه مفيش كل خير كل خير تقول ايه عمر ونور قول يلا يا مريم لا قول انت واحد واحد طيب ايوه كل يعني الف مبروك يا عمر و ايه هو طيب انا بارك لهم في كل مبروك يا عمر طب مبروك يا نورهان عمر بالنسبه لك يبقى ايه هو بص عمر هو قال علاء قال علاء هو عمر انا اعرفه من وانا في ابتدائي انا كنت معاهم ساعتها مره من صعب بره الصوره لسه ما دخلتش المدرسه لسه مره من صعب بره الصوره تعالي هنا تعالي تعالي اتفرج جاي قول يا علاء انا باين انا وحش من غيري انا باين قول بس عمر بالنسبه لك ايه مش موجود يا رضا انا دلوقتي عمر بالنسبه لي من اعرفه من وانا في ابتدائي دي خطوه جريئه عمر وانا بقول لك فكر تاني ويعني ربنا يعينك وايه تاني وانا اخد الخطوه دي كمان شويه ويعني حلوه دي مريم فين يا رضا مبروك مبروك يا نور مبروك يا عمر مبروك يا نور مبروك يا عمر لا ما كده تقول حاجه ال يا عمر دي مفاجاه ما كنتش محضر كلام على فكره بس عمر الباتش بتاعتي واعتبر من اول اصدقائي في فاليو بس هو يعتبر انا اصدقائي قليلين جدا فهو يعتبر اول واحد فيهم اتمنى لك حياه سعيده يا استاذ عمر وتبطل تشاؤم شويه كده ربنا يبارك لك كده ان شاء الله ونشوفك كده اب زي الدنيا مصيبه عملها عمر ما حدش يعرفها غيرك ايه مصيبه عملها عمر ما حدش يعرفها غيرك إيه؟ مصيبه عملها عمر ما حدش يعرفها غيرك مصيبه عملها عمر ما حدش يعرفها غيرك هو عمل مصيبه كده شايفها ولا واحده واحده بسرعه 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 طب بص قول له تلميح ما حدش يفهمه غيره حاجه ليها علاقه بالدراسه كده بس خلاص منى ومصطفى لسه جايين الساعه 4 و5 متاخرين كالعاده على فكره كنت مستنيه وقاعده في العربيه مستنياه اصلي شفناكي قلنا ميرو وهاجر هاجر الف مبروك يا هاجر عامله ايه الاخبار مين تاني جه سيكا 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 وسعاد جايين متاخر كالعاده عاملين ايه ازيك يا رياض عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ وسمعه جاي في اخر الفصيل يلا بسرعه كده من الاول منى تعالي بسرعه طبعا طنط لحضرتك عامل ايه؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله كلمه نور بسرعه الف احنا نقول لك عاملينها بقى وعمال الفرح
لا عايش كلمة النور كلمة النور وعمر ممكن تغني يا ريت البطوله مبروك وربنا يتقبل ما خلاص انت قلتي خلاص زي اللي انا قلته ميرو كلمة النور مبروك يا نور بغني بقى طول السنه ربنا يعينه طيب ازاي حضرتك كلمة العمر قال ربنا يتولاك عمر برحمته انتوا مش مبرون واحنا يا ربنا يوفقك عمر بالف بنت واحده تطلع تلعب الصوره مصيبه طيب لعمر عملها عمر تحب تفكروا بيها دايما مشتغل معايا كفايه على كده كفايه بس خلاص سوها وداليا لسه جايين حالا جايين متاخرين الساعه 4:10 طيب كلمة نور وعمر بسرعة مبروك مبروك يا نور هاني ويا رب انا يسعدك دايما يا رب يا بنت الخطوبة حاجة عايزين تقول حاجة جامدة عايزين تقولوها حاجة جامدة عن نور عن عمر فكروهم بيها حاجة تفضل معلمة معاهم انا نور هاني اعرفها من ايام درس مستر خالد في اعداد مستر خالد يبقى عظيم حلوة دي ذكريات بقى بلاوي ذكريات بلاوي فضايح سمع كلمة طول عمرها طول عمرها كيوت وجميلة مش هتكلم شوف الكد بقى ده بعد كلمة نور وعمر نور وعمر ألف مبروك ربنا يسعدك ما تقربش قول عشان طويل نور وعمر أول تاني ألف مبروك ربنا يسعدك إن شاء الله ربنا يتعافى حاجة معينة عايز تقولها هتتجوز إن شاء الله سعاد تعالي قولي كلمة لنور جدا واحنا جايين في ميعادنا وان شاء الله كده يبقى احلى يوم في الدنيا والف مبروك ليكي وعمر سيكا يا نور الف مبروك انت وعمر وان شاء الله يتمم على خير وبال الفرح الكبير ان شاء الله ان شاء الله ايه ده نور جوه يلا بينا طب لحظه بقى عشان الموضوع ده ما كناش نعرفه ان نور وعمر جوه بس قشطه يعني لسه ما جاتش ماما ايه زي ما بتصحينه من النوم كده الساعه بقت 8 نور جوه ونطلع نور مش جوه يا نور مبروك يا نور مبروك يا نور الف 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 مبروك يا رب يسعد قلبك يا رب ويهنيكي ويحلي ايامك يا رب كنت زي القمر والله شفتك صدقيني معلش يا نور والله انا اسفه ان انا ماشيه اصلا شايفه المنظر هفضحك ورضا بيفضحني اكتر يا رب يسعد قلبك اجمل عروسه واحلى عروسه يا رب ويحلي كل ايامك ويا رب يا رب يا رب دايما متجمعين في الخير يا رب وفرحه وهنا وسعاده وسرور يا رب عايشه بس ندى بسرعه انا ماشي بسرعه جدا مبروك يا نور فرحت جدا 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 يعني فرح اختي وسايباه وجايه لك مخصوص وانا نقيت اليوم يا جماعه 21/8 عشان كده بس جيت كنت زي القمر وفرحت لك جدا ربنا يتملكوا على باي باي مبروك وانا كده خلصت ذمتي قدام ربنا وطمنت عليك انت يا نور هنا عباس فرسالتي وصلت كده من الكليه ربنا يبارك لكم يعني وان شاء الله تكونوا مبسوطين مع بعض مصيبه ما حدش يعرفها غيرك ايه مصيبه ما حدش يعرفها غيرك بنعملها في اللجنه ساره يا نعم كلمه نور وعمر الف مليون مبروك يا نورتي عرفت طعم الايام الدروس ثانويه عامه ده مليون مبروك فرحت ليك جدا ربنا يسعدك وتملك على قلبك يا ريت ان شاء الله مزمن انا ما صورتش كلمتين الف 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 مبروك انا مستوره ولا مش مستوره هو بيصور بيصور
مبروك 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 يا نور. طب بص لا لحظه لحظه لما يجي مبروك و وايه تاني وايه تاني افتكروا بقى ان احنا عملنا لكم فيديو وعملنا لكم مره عاليه كلمه النور ايه كلمه كويس مبروك. طيب مصيبه هي عملتها ما حدش يعرفها غيرك مصيبه ما حدش يعرفها غيرك يلا قول لهم مبروك وربنا يتمم لكم بخير. طب ما انت عارف كل حاجه كملي بقى حاجه انت قولي حاجه من عندك مش عارفه والله مبروك مع بعض تقولوا كلمه يعني الدفعه يعني مش عارف هتبقى جميله جدا فاكس هتبقى جميله جدا مبروك في الفيديو بندق كلمه لنور مبروك يا نور بس خلاص هو جابكم واحد مبروك كلمه لنور وعمر سوري ان انا اتاخرت وكده يا مبارك فرح ان شاء الله يلا ابتدي الف الف مبروك ايه يا جماعه في ايه بلاش سماجه عشان ما اقفلش في وشك قولي الف مبروك طب اقول لك حاجه حلوه بلوى نور عملتها بلوى نور عملتها ما حدش يعرفها غيرك انت ما شفتيش الفيديو بتاعها جميل مش عارفه ايه ايه اللي مش عارفه جريره ما تسالنيش اسئله محرجه طب قولي طب بصي قولي لها تلميح هي تعرفه ما حدش تاني غيرها يعرفه ها قولي لها ها تقولي لهم كلمه الف مبروك يا نور الف مبروك استنوا بسرعه يا طب استنى اما اخش معاه تخش فين لاشين كلمة لعمر ونور مبروك لا ايه تاني يعني لا تعالى على جنب كده ها كلنا يعني عقبال بقى الفرح وعقبال الاولاد والاطفال ويخشوا المدرسه ابو صلاح كلمه لعمر ونور لا رضا ما وصلتش عليه طب بس قول بس كلمه طب يا عم مبروك بس سلم على الراجل كلمه لعمر ونور والله مبروك يا جماعه يعني الحمد لله جينا متاخرين شويه بس يلا لا لا طب بس احنا عايزين نعمل معاكم لقاء عمر قول كلمه لنور ما كنتش تعرف تقولها لها قبل كده والله دي مرات بحبك وربنا يخليك ماشي يا رضا بقى يلا يا جرجس نور قولي كلمه لعمر انت هتشوف ايه عيطت ليه يا نور علشان بابي صوته كان كده بابي الحق ده بتقول بابي دي من زمان دي من زمان ايه ده ايه ده ما عشان كده بقى طب قولي قوليها واحنا بنتصور ايوه علشان بابي كان صوته هيعيط كان صوته هيعيط طب انت سمعتي بيه عيط؟ ما هو انا عارفه ان هو متاثر بقى بعدين لازم ماما كل العرايس بتعيط لما عيطتش يبقى البله بقى بعدين بقى الاحسان لازم وبعدين الاحسان لازم بقى لما عيطتش يبقى هي بتعيط واجب مش اكتر مين ناقص؟ خلاص انا عايزه صوره تبقى طنط كلمه لنور وعمر يا رب يسعدكم ويوفقكم واشوفه لكم يا رب ان شاء الله حاجه تاني يا تعباني مثلا ايوه يا هتضحكني يا نور اكتر حاجه نور بتجننك فيها مشاوير بقى الساعه 9 بالليل 10 يلا يا مامي عايزين ورانا حاجه عايزين نجيب احلى حاجه فيها كلها على بعضها فانت احلى حاجه فانت احلى حاجه فانت كلها على بعضها يا عم خلاص بقى كلمه وسائل عمر شكرا يا طارق عايزين كلمه لنور وعمر كلمه لايه لنور وعمر مين نور وعمر دول ما نعرفوش طب انت مين بقى الاول انا صديقه
اهلا وسهلا في الشركه معاهم؟ لا في الكليه. ادي على الناس والله. اسم كريم ايه بقى؟ احمد رضا. حلو كلمتين دول؟ لا كلمه لنور وعمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي عمر ونورهان اتمنى من الله ان اشوفكم كويسين طول حياتكم وطول عمركم كده ولغايه لما ربنا يديكم طول العمر وتعيشوا سعاده، واهم حاجه الاحترام المتبادل بينكم وبين بعضيكم. اكتر حاجه نور تعبتك فيها؟ اكتر حاجه نورهان تعبتني انا اهلاويه. اكتر حاجه ما بتحبها في نور؟ انها بنتي. يلا الف مبروك يا عم. كلمه لعمر ونور. ربنا يوفقهم ويكرمهم ان شاء الله، واتمنى كده ربنا يرزقهم بذريه صالحه وربنا يهديهم لبعض، يعني ان شاء الله يبقى عمر يحطها في عينيه وهي تحطه في عينيها وان شاء الله يكون. اكتر حاجه عمر تعبك فيها؟ اكتر حاجه عمر تعبك فيها لا ربنا يخليه بصراحه يكمله بعقله. اكتر حاجه حلوه في عمر؟ هو كله حلو. شكرا. لازم حضرتك كلمه لعمر ونور. كلمه ونور الف الف مبروك وعقبال ما نفرح باولادنا. ايه تاني؟ لا كفايه كده. اكتر حاجه عمر تعبك فيها؟ فضايح. فضايح قولي 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 قولي. ما بيسمعش الكلام ومتعب واصحابه متعبين. ايه تاني؟ اكتر حاجه عمر اكتر حاجه حلوه في عمر؟ طيب حلوه في عمر انه ابن ان انا امه. الف مبروك يا طارق. تعالى عمر بالنسبه لك ايه؟ اخوك ايه؟ عمر بالنسبه لك ايه؟ عايزين فضايح بقى. فضايح اخوك بقى. فضايح بقى. اكتر ماتش كسبته في البلاي ستيشن كان كام؟ كان 13 تقريبا. كان إيه؟ 13 صح؟ مرة واحدة ولا كذا مرة؟ لا كان كذا مرة كتير. كذا مرة 13 سنة. كلمة لعمر ونور. كلمة عمر مبروك. احساسك ايه كده؟ احساسك ايه واخوك والاوضة هتبقى بتاعتك لوحدك؟ لا انا قاعد في اوضة لوحدي بس لسه الفطير والتاني يعني. لا مبروك بس ما عنديش احساس تاني. شكرا. في السريع مبروك. الله يبارك فيك. كلمة عمر ونور. الف مبروك. ايه؟ يلا بقى اسمهم ايه؟ زاد واحد. يلا ربنا معاك يا عمر. هترتاح من ايه؟ ايه؟ هترتاح من ايه؟ لا 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 يعني ارتاح. لا مش هترتاح. دي بتبتدي التعب بيبتدي من دلوقتي. ربنا معاهم والف مبروك ليهم يا رب. عقبالكم ان شاء الله. هتعرفي تقولي كلمه ليها القيمه؟ ها؟ عايزه اقول بشكل احسن. ابتدي؟ اتفضلي. مش هلاقي احسن من عمر عشان ياخد بنتنا نورهان. الف مبروك يا نور انت وعمر. خلصنا منك. طمخ هذا الجبل ولد فقرا. الف الف مبروك. هتقولي حاجه؟ قولي مصيبه عملتها. انت صاحبتها، انت اكتر قريبه منها يا بنتي. افهمي خطوره موقفك. انت الوصيفه. يلا يا عجل. انت الوصيفه. ما عنديش. لا انت الوصيفه. ايه مشكله الفستان؟ هقول لها سوري على البتاع اللي انا بوظته امبارح. وانا اللي بوظته ما تمسحش. هنقول لهم ايه؟ حد عايز يجي في الفيديو معاه؟ باي. مبروك. ما احنا مزورناش دي ما طلعناش في الفيديو. نور وعمر ربنا يتمم بخير. الحمد لله كنتوا حلوين.